خيرين، لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نشوفك في هذا الفيديو ان شاء الله. اليوم غادي ندير لكم الغداء، غادي ندير غير الغداء صافي. باش انا ندير الغداء، والغداء عباره عن نصيب بحال هادو، ونصيب شنو اخر، هاتي نصيب فينايا يا الله، فينايا نصيب تشيبس. اشنو عمركم شفتوا تشيبس في الغدا؟ ولكن هاد التشيبس ديال الدار. دابا خلينا بطاطاك شرقد، هيا الماء دابا نغسلوها. غادي نهزو هاديك الصغيرة فيهم، غنحطوها هنايا ونخليو الكبيرة. هاد الصغيرة غنصيبو منها بطاطا فريت، تشيبس هاي هما الصغار. هادو غنخليهم. دابا غادي نحطو معلقة ديال الملحة مع الماء، شريرة نشعلو دابا البوطة. نحطوه هنايا، تقيلة تقيلة تقيلة. وهادي غنقطعوها، خلوها كنت سلع. أبغى ردتو هادي مشا ديال الشيبس، هاي ديال الشيبس الكبيرة، هي ديال الشيبس. دابا غنقشروها وعاد نقطعها. شنو بصراحة ما كنعرفش نقشر انا يعني. بصراحة والله ما كنعرف. كنعرف شكون اللي كندير، كنت لحد دابا انا هيك مقطع اشوف تيبس الخرجات اللي شليت ماما بلاتها ايا اشوش ماما دابا كتقطع كتوريني. يا والله ما كنعرفش شكي كندير اليوم. تشيبس ديال الله يحسن العوان. لا 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 شوف بعدا كي دايره، شوف قوا كانت دائريه، شوف كي دايره نص ايه نص لا. شو هادي تشيبس هادي؟ شوف هاي المره ماما اللي غتطلع، شنو غنخليها لماما باش نجرب. نجرب هاد القطعة،
ما درنا وين وقتها. انا دابا كنقشر البطاطا باش نحطها للعكوه. شكون دابا نحكو الشومة. دابا معكنا ها هذا وزدنا عليها الشومة حكينا عليها. دابا نحطو قزبر يابس ونحطها شوية على شوية. بلاش تخلط وندير شوية الكمون ندير القيس كيخرج لي الكمون. علاش كندا صافي باش نحط شويه نغسل يديا ضروري خاصني نغسل يديا شنو نغسل يديا يعني الواب. دابا نرجع الكمون نقصو. دابا هنهرس البيض مطيبش بعدا هنهرسو في هاد الزلافه ونحطو هنا. اوبسي 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 نونا ربع صبيطات الخلطة خلطة درنا دابا قبيله درنا قزبر يابس ودرنا كمون. دابا درنا البيض نحطو ونخلطو مع هذا التخليطه ديالنا. دابا نكبوه هنايا بسم الله على بركه الله. هو هادي ما في الغير انا البيض ليش ضيع بابا شنو زعيم يا بابا لاي 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 تخليت 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 عليكم امي. سلام بطلع لك
صافي دابا فين بتي بقى لا تقايدي من تبالي ساعه دابا غدا ساعه المقله الزيت خطر عليك نديرو شيبس بعدي شويه شيبس شخلعي هادك الشيبس وكي شوفي لي كيف 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 الاطفال لبس عليكم بخير شجعوا يعطيو لنا لايكات تفرجوا على قناه تاع اللايكات الله يرضي عليكم الله يرضي عليها شتي البطاطا هادي بغيتها تضيعو شوف كي ردو حيت اصلا فاش غادي نسالو من المقله بعد ما نقلو الفيديو تنعاودو نديروها تما طيب في المقله نحيدو منها الزيت و فرحتا الماء صافي صافي خلصت ونحطها مع الماء حطيت الزيت في المقلة دابا غادي تبعدي لي على المقلة اش درتي لنا اش درتي درت صبور ودرت كمون ودرت البيض ربعة البيضات صافي ان شاء الله خليها شوية ترتاح هذا غادي نسخن الزيت شديري دابا وري وري واش شديري كنديرو هنا اجي وري واش شديري كنديرو هنا ما تضحكوش عليا كنقب عز عليا بطاطا ديك السخونه كنقب منها نقيها شويتينا ماما شويتي حتى هي عندها قناه شحال هذه قلتها لك حتى ماما عندها قناه ياك قول لهم هذاك الشيء ديال قناه ايه على اسم ايه وانا هي ايه من ابعد الله يعاونك بسلامة ايه خاصها تبعد شوية عن المقلة يلا يعني فيها الزيت غنديرو واحد الشيشة ديال الملحة حيت تحط ديال التشيبس شوفي كنت كنخلع فين كنت كنقي الشيبس قلت الله يحسن عوانك في الشركة ديال الشيبس توقينا تما مع هاد الطاب هاي نقيتها دابا معاك عزيزة ديالك شديد معيك اوبا ياس نجربوش تقليل الزيت سخونة 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 بعد يا ماما خليهم خليهم يشوفوني وانا كنب ماما الو ضروري خاصني نقص اي اكل في العجينة في الماكلة في اي شيبس نروح شيبس شتي واحد كياكل البطاطا هدي ذوقي ايه
دوقي مينا ياكي مقدرش نكملها واعر صورة انا ومبع اليوم الجمعة علينا ويقسمنا ضروري خاصني نقسمنا ضروري وعيد شي ضروري واو تشيبس نحطو تشيبس النايفة نسميو هنايا مخترعات مخترعات لا مختبر اياتي مختبر اياتي مختبر اياتي تصور مع كيف تصور عاوتاني دابا تقعي لي كتصور شير تصور عاوتاني كتصور كتصور شنو شي عشرة مرات وما كنت نتصور في الاخر ما كيتصوروش كاع واو او ماي جاد نوتش يا الله 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 الله
كديري الى تليكم تشكروا بخير على خير شوفوا كتشوفوا الفيديو ان شاء الله اليوم. فيما هذه طابت نسخت لي وعاوتاني حطيتها عاوتاني عشت جو وحطيتها من المدادة وحطيتها كطيب صافي. دابا نسينا شنو لكن خاف نسمتي تخسر لي شنو اللي خسرت لي شدوش مصغيرين كنعرفش نقطع بصراحة والله ما كنعرف نقطع. دابا نجربها ناخذ شي حيدة بسم الله خدي شي صغيرة أوه سخونة المذاق عادي كيما ديال الصباح ولكن دابا احسن و عاوتاني صايبت هادي ديال الكفته ديال الروس اللي بغا يدها معاهم براسو ذوقو ذوقو فين قلت زالين الماكله ونقلب دابا بسم الله مذاق زوين صراحة ضروري كلشي تعجبو بصحة حلوة من غير حاجة بدا عندو زعما عادي فيه